وهو عنيد أصلاً. عنيد وعيد عيد الاعلاميين بقى بدا يتطور ونحضر احنا كفنانين افتتاح مدينه الانتاج الاعلامي عيد الاعلاميين نحضر في استوديو 10 نحضر في المدينه هكذا. قعدنا بالشكل ده لحد فانا اول ما دخلت السجن قلت لعلاء وجمال قدام حكيت لهم بالعدل قلت لهم انا باخد واخد على يعني سيد الوالد كومنت مش كويس ان هو ما اهتمش بالفن ازاي؟ طبعا جمال رد قال لا بابا بيحب الفن جدا بدليل ان عنده كاسيت في اوضه النوم بالليل لا يمكن ينام الا ما يسمع يا ام كلثوم يا عبد الوهاب. قلت له هو بيحب الفن شخصي انما ده ما انعكس على الفن المصري والعربي لان احنا قياده يعني احنا قبله الفن العربي. مصر احنا طلعنا لقينا كل الفنانين العرب اللي عايزين يشيروا يجوا مصر. هو ده المسرح هو ده هيود الشارع. احنا قصرنا كتير 30 سنه دي خسرتنا كتير جدا. بدأوا خلاص الفن المصري يتقلص يعني يدوبك الدراما هي اللي عايشه انما الفن الغنائي يتقلص اللهم بقى خلاص بقت في نانسي عجرب وفي اي فرق. لكن جمال اقتنع بكلامك ده ولا يعني الى حد ما طبعا حاول يدافع انما بصراحه انا كنت صريح في الحته دي وخلاص بقى مش هنخسر بعض. لكن انت ما دخلتش الحزب الوطني ايام خالص انا طيب ما حبيتش ان انا امارس السياسه بعينها يعني بكتير نقابات حاجات كده انما السياسه مع ان السياسه بمعناها الاساسي مش ممارسه السياسه في التنفيذ او في التخطيط او في البتاع لا او في التشريع لا السياسه بانك تبقى سياسي في الفن ودي الكلمه دي سمعتها في ملتقى في المغرب من الملك الحسن الثاني في حضور الاستاذ عبد الوهاب وديع الصافي وعبد الحليم وصباح وفايزه وكان اعتباريه كان عيد الشباب اللي هو عيد الملك عيد ميلاده.